بسم الله الرحمن الرحيم. بحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يرى
شاء أنتم أشد خلقا أم السماء سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.